الخير ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من الليلة سهرتنا. هاد السنة عشنا ظروف استثنائية بسبب كورونا، أكيد حويجات كثيرة تغيرت فينا وفي اللي داير بينا، ولكن الحياة مستمرة وأملنا في المستقبل كبير. هاد السنة بزاف ديال الناس تحرموا أنهم يكملوا فرحتهم ويديروا عرسهم، وحتى حنا توحشنا هاد اللمة العائلية اللي كتكون في هاد المناسبات. داكشي علاش فكرنا أننا نخصوا هاد الحلقات الصيفية لليلة سهرتنا للعرس المغربي ونهديوها لكاع العرسان اللي تأجلت فرحتهم. في كل حلقة غادي نقترحوا عليكم سفر في منطقة من مناطق المغرب وفي عاداتها وتقاليدها. هاد الليلة رحلتنا غتبدا من شمال المغرب للشرقه مع نجوم مميزين غادي يحيوكم في بداية الحلقة بطريقتهم الخاصة. استقبلوا معايا وبحرارة عبد الرحيم صويري، عبيد العابد وحميد الحضري. الله يعطيكم الصحة، مرحبا بكم سي عبد الرحيم صويري، عبير العبد وحميد الحضري. بدينا كنحسوا بالاجواء ديال العرس بهذا الوقفة الموسيقية الأولى، الله يعطيكم الصحة ومرحبا بكم معنا. إلا سمحتوا نحيوهم مرة أخرى. وتحية أيضا للفرقة الموسيقية والأستاذ نوفل الفاروقي، تبارك الله عليكم. سي عبد الرحيم، كيف ما قلت بداية السهرة بزاف ديال الناس بزاف ديال الشباب تحرموا أنهم يكملوا الفرحة ديالهم ويديروا عرسهم تاهما ويفرحوا بنهارهم، شنو تبغي تقول لهاد الناس في بداية السهرة؟ وحقا حنا قلوبنا معاهم كلهم بدون استثناء، لا الجالية المغربية على برا ولا المغاربة ديالنا، كلهم كيتلقاو مني مثلا بالزخا يعني
ضروري بغاو يحيوا ديك الحياه القديمه الجميله، وبغاو يفرحوا، بغاو يفرحوا. ان شاء الله الايام الجايه ان شاء الله غادي يكون كلشي فرح وسرور وكلشي بصحته وكلشي بالنخوه ديالو ان شاء الله. ان شاء الله مازال 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 الافراح جايه كيف ما قلتي ياك. الله كاين على ان شاء الله. ان شاء الله. عبير ياك ما كنت عواله دير لنا شعر راسيه هذا الصيف. اول حاجه بغيت نشكرك ابتسام على التقديم ديالك وعلى الترحاب ديالك لينا، وكنشكر هذا الجمهور هذا اللي ضحى في الظروف هذه وجا باش يكون معنا اليوم. هاد العام هذا كما كتشوف الظروف صعيبه، فكنا بغينا نحيو اعراس ونفرحوا مع بزاف ديال الناس هاد العام، ولكن ما كتبش. دونك هاد الحلقه هي منبر باش اننا نحتفلوا بالناس اللي ما قدروش انهم يعرسوا هاد العام، ومازال نتلاقاو بهم ان شاء الله ونفرحوا بهم ديك الساعه بالجمعيه، يعني ماشي غير هكذا من خلال القناه الثانيه. ما جاوبتيش على سؤالي، انا بغيت نسولك بطريقه واحده اخرى. عابر، واش من النوع اللي متشبت بالتقاليد؟ يعني انت النوع ديال البنات اللي تفكر انه ان شاء الله منين غادي تلقى الشخص اللي المناسب اللي غتكمل معاه حياتها غادي دير العرس بالتقاليد والاعراف ديال مثلا طنجة، بما انك من طنجة. السؤال ديالك صعيب بزاف. لا والله حتى صعيب بزاف. حيت الا بغيتي نجاوبك بصراحه، يعني انا من الناس اللي ما كنحبتش صراحه فكره ديال العرس. انا كنفضل انها تكون حفله عائليه كيتجمعوا فيها الناس اللي قراب، كنديروا هذاك الشيء اللي خاصو يدار طبعا بتقاليد مغربيه، يعني بتكشيطه ايتو. وكنفضل ان داك الفلوس ديال العرس الواحد يستفد منهم في شي حاجه مستقبليه. بصح، اما سفر اما سفر دار ولا دار اما مشروع إما ولا المهم هذه هي الفكره ديالك انت. الاهم هو الاهم في هذا الشيء كله هو الواحد كيشهر الزواج ديالو ولا حميد، هذا هو المهم في العرس. انت ولد الشاون، مرحبا بك بعدا، ومرحبا بالناس الشاون كاملين اللي كيتفرجوا فينا. شكرا. انت منين تزوجتي حميد واش تبعتي التقاليد ديال الشاون ولا هربتي شي شويه على العادات؟ صراحه انا بدي كنت عندي الفكره بحال عابر، كنت كنقول زعما ما حتىش الواحد يعمل عرس كبير ويفسد فلوس العرس ويعمل الفلوس اللي غيفسدهم في العرس زعما يعمل بهم شي حاجه اخرى. ولكن فاش كيولي الشوار ديال الوالدين كتولي هضره. انا عملت الخاطر ديال الوالده، حيت الوالده قالت لي ما يمكنش ما تعملش العرس، ما يمكنش ما نجوجك شي. ولكن نقدر نقول لك بان قرار ارتحت له، لان اولا عملت الخاطر ديالها، وثانيا لان ليله ديال العرس ديالي في الدار ديالنا كانت ليله انوبليابل. الحمد لله. دونك كتبقى، كيبقاو ديك التصاور، كيبقاو ديك الذكريات، كيبقاو ديك الفيديوهات كترجع لهم على مدى السنوات. صح. وكتشوفهم وكتفرح بهم، يا شاك كتفكر شاك مومون، كتفكر ديك الاوقات اللي تعصبتي فيهم بوندون ديك التوجاد، وكتفكر الفرحه الاخرى. شوف غير مني قلتي بعدا كتشوفهم وكتفرح بهم، راه كل شيء بخير وعلى خير. ياك السي عبد الرحيم. الحمد لله. وانا عملت جوج عراسات. تبارك الله. انا واحد عملته المدام ديالي في تطوان، وواحد اخر هكذاك الشاون. من بعد غادي تعطينا التفاصيل كلها سي حميد. كيف ما قلت هذه الليله خصصناها في رحله من الشمال للشرق، غادي نبداو بشمال المغرب. انتم عارفين بانه العادات ما شاء الله والتقاليد في هذه المنطقه زوينه بزاف، ومن اهمها الظهور ديال العروسه، الزينه ديال العروسه. ولهذا غادي نستقبلوا عروستنا الاولى كيف ما غادي نسميها، مع لالا سعيده ميري زيانه اللي غادي تقدم لنا عروسه بالشده الطنجاويه. تفضلي لالا سعيده. حور يا رسول الله، حور يا حبيب الله، حور جيد عني يا صار سيدي ويا حبيب الله، حور يا رسول الله، حور يا حبيب الله،
قصاصي ويا حبيب الله يا رسول الله حرني يا حبيب الله حرم جيت عرب قصاصي ويا حبيب الله حرني يا رسول الله حرني يا حبيب الله حرم جيت عرب قصاصي ولمان يا حبيب الله بارك الله عليك عبير وما شاء الله على لالا سعيده ميري وعلى عروستها الطنجاويه. مرحبا بك لالا سعيده. شكرا حبيبه. هذه اللبسه ولا الشده الطنجاويه؟ طنجاويه. يعني ضروري في العرس الطنجاوي هكذا تدخل العروسه؟ ضروري الشده الطنجاويه ضروري. شنو اهم المميزات ديالها؟ قول احكي لنا، تكلمنا شي شويه لالا سعيده على الاكسسوارات اللي تتكون في الشده. الشده ضروري خاصها ديك هاد الجوهر خصانو، وهنايا الجوهر يكون هنايا هذا حر كامل والشطه بحرين ضروري، والراس يكون مغطي. عندك هنا العصابه ضروري، وهذا الفوال باليد كامل باليد كتدخل به العروسه مغطيه وجهها عاد من بعد تتحيدوا مغطيه وجهها وعينيها حانيين ضروري عينيها حانيين. هذه هي العاده في طنجه. وحتى اللبسه حتى هي الثوب ديالها تيكون نوع خاص، ما تتكونش اي ثوب ياك؟ لا اللبسه خاص يكون الحاج عمر بن شريف عاوتاني حتى هو مزيون شي حاجه قديمه يعني ثوب تقليديه. تقليديه. تبارك الله ما شاء الله على خدمتك لاله سعيده. مازال غادي نشوفوا معاك لبسات اخرين ديال شمال المغرب، من شمال المغرب لشرقه، الشده التطوانيه، اللبسه الريفيه والوجديه. غادي نقولوا شكرا بزاف لعروستنا طنجاويه. شكرا. نحيوها على الصبر ديالها لانه داكشي ما ساهلش ثقيل شي شويه. الله يعطيكم الصحه تبارك الله عليكم، ونعاودوا نتلاقاو لاله سعيده. شكرا. عبير تبارك الله عليك، انا سمعت يعني الريتم ديال الحرم يا رسول الله اللي كتدخل به العروسه الطنجاوي مختلف، يعني واحد ريتم خاص، شنو الخصوصيه ديالو؟ هذا الريتم هذا كيتسمى ايقاع الزندالي. هذا الايقاع هذا معروف يعني في القصايد القديمه اللي كاينه في تطوان والقديمه اللي كاينه في الجزائر، وكذلك هاد القطعه ديال الحرم يا رسول الله في طنجه دائما كيخدموها بهذا الريتم هذا. كما كنقولوا حنا كتجي هميه، وحتى العروسه ما كاينش شي عروسه في طنجه عمري شتها ما بكاتش مني كتدخل بالحرم ياك. واصلا ممنوع على العروسه، هذه واحد المهمه هذه النقطه هذه لالا سعيده، ممنوع ليها تضحك وتعلي عينها. ويمكن هذه باغمي لي شوز اللي كيخليوني ما نفكرش انا من العرس نبقى على طبيعتي نهار الهرس ديالي. عبير ما يمكنش ما تضحكش. سي عبد الرحيم، العروسه شفنا العروسه الطنجاويه تدخل تتمشى، على عكس مثلا العروسه الكازاويه اللي تدخل بالعماريه. يعني غالبا شنو هي الخصوصيات؟ مثلا ما شاء الله حياتي اعراس في المغرب كله وخارجه، شنو هي الخصوصيه ديال العرس الطنجاوي اللي مختلفه مثلا نقولوا على الوسط ولا على الجنوب؟ انا حضرت بزاف ديال العراسات، ما نقولكش 100 ولا 200 ولا 300، تبارك الله عليهم الطقوس ديالهم الناس ديال الشمال بوحدها صراحه. واللي لاحظت هو كي اللي قالت العبير هذه الحرمة رسول الله حتى في الجزائر وتونس كيديروها. شنو الحاجه اللي تتعجبك في العرس الطنجاوي؟ كل شيء. كل شيء. لا بصراحه والله العظيم ما لا تبارك الله، النخوه ديالهم ولا الجلسه ديالهم ولا اللباس ديالهم فهمتي، وهي عادات والتقاليد في مناطق المغرب طبعاً كلها طبعاً غزاله وزوينه، وفاش كنحافظوا عليها كتجي في هذه المناسبات تتعطي واحد نكهه خاصه كيف تنقولوا. حميد، انا لاحظت باللي الشده الطنجاويه فيها يعني بحال الشده ديال الحضارات في الشاون. كاين تشابه، كاين شويه، كاين واحد التشابه. كاين واحد التشابه، يمكن حيتاش ضروري خصها المراه تغطي راسها، ولا حيتاش كتغطي جماليه، ولا حيتاش يمكن شي واحد خدم شي واحد ولا ما عرف. ولكن لو بلوز امبورطون هو ان داك الشيء جميل. يعني كيف ما كتشوف الحضره الشاونيه اللباس جميل، كيف ما شفنا هاد الشده الطنجاويه حتى هي لباس جميل جدا. ياك العرس الشمالي فيه واحد العاده جميله وواحد التقليد جميل كنفتخروا به، هو الغطاء والطبل. فلهذا معنا واحد الفرقة جات من تونات بقيادة عزيز الزهري، حيوها بحرارة.
تراثنا غني ما شاء الله، من شمال المغرب الجنوب ومن غرب الشرق. وشكرا لفرقه الغيطه والطبل اللي جاتنا من تونات بقياده عزيز زهري، تحيه لهم مره اخرى. عبير، في الحقيقه انا ملي شفت الفرقه وشفتك قلت ما يمكنش عابر ما ديرش العرس، هذا النشاط كله اللي فيك راه خصك تخرجيه في شي مناسبه، راه ما يمكنش. كنخرجوا في العرس الناس مني كنحضر ولا كنخدم كنشط معاهم، مي في عرسي ما غيخليونيش، حنا في تقاليد الشمال العروسه ما خصهاش تضحك نهائيا، خصها تكون سيريوز، وهذاك هو اكبر هذيك الحاجه الصعيبه اللي هي الحاجه الصعيبه. ماشي ضروري، ماشي ضروري بعد الشده امبوسيبل، غير هما كيبغيو يجمعوا السر صافي، كيبغيو يجمعوا السر. اما هي اللي بغى ينشط ينشط. انا شخصيا ما جلستش في العرس ديالي، ياك ما جلستش، نقدر نقول لك ما جلستش العرس كامل وانا كنشطح. مزيان بصحتك وراحتك حميد. سي عبد الرحيم السويري غادي نستمتعوا بصوتك دابا. دابا ان شاء الله شنو غادي تقدم لنا؟ شقر الله يرحمه. يلا انا ديني دين الله. سي عبد الرحيم السويري. سلام عليكم، شرف الله قدركم ودامت عليكم النعمة وسرورها. النعمة وسرورها أنا ديني ودين الله هي عليها حجاب الله. أنا ديني ودين الله هي عليها حجاب الله. أنا عيني وميزاني دين الغزالة سنيت جميع البلدان وانا لقيت بحالك، وانا لقيت بحالك يا لالا. انا ديني دين الله، انا علي حجاب الله. انا ديني دين الله، انا علي حجاب الله. انا عيني وميزاني فرقوني على يامه يا لالا، فرقوني على يامه يا لالا. انا ديني دين الله، انا علي حجاب الله. انا ديني دين الله، هي علي حجاب الله. انا عيني وميزاني ديني ويا لالا، فاتي لو زلني يا الله. معايا يلا يلا
الفنان الراحل عبد الصادق شقارة خلى لنا ريبرتوار غني بالاغاني الشعبيه اللي دائما كنلقاوه في افراحنا ومناسباتنا. تحيه كبيره لسي عبد الرحيم الصويري. في الليله سهرتنا ولفنا التنوع والكوميديا جزء اساسي من سهرتنا. هاد الليله غادي نستقبلوا واحد جوج ديال الضيوف جاونا من الحمامه البيضاء تطوان. تحيوا معايا وبحراره حسن ومحسن. السلام عليكم. الوالد 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 علاش كتعيط ليه؟ خصني نعمل العرس. علاش؟ خصني جوج. علاش؟ خصني نكون أسرة. علاش خصك تكون أسرة؟ علاش؟ وانت بوحدك باكاكا ماشي مشكل نعملوا لك هذا العرس، ماشي نعملوه على التقاليد ديالنا. كيفاش عاملين التقاليد؟ اسمع، 15 يوم قبل العرس ما تشوفها ما تشوفك. تينا في دارك وهي في دارها. علاش الوالد زعما مخالطين؟ لا باش يطيح عليكم السر. اش من سر؟ وانا عملتها في الفيسبوك وكتبت عليها قريبا. علاش قريبا؟ والناس كيسقسي واش كاين شي جديد. ولا ما كتبش؟ اذا ما كتبش كنكتب نعتذر. ولا قالوا لك شنو السبب؟ بروبليم دو كونيكسيون كتوقع. انا ماشي شغلي وما كنعرفش هادشي. المهم هو نعملوا العكس على التقاليد ديالنا وعلى حقه وطريقه. خصني حتى واحد ما يهضر. وانا خصني كلشي يهضر. انا غنجيب حتى الصحافه. علاش غنعمل شي مشكل؟ لا انا غنعمل العرس تن الصباح. كاين شي عرس كيتعدل تن الصباح؟ فهمتيني، شي ليله كامله تن الصباح بيرمانوس. لا الوالد، انا غنخرج بالطوموبيل كلاكسون طيطا طيطا كزد كالطيطا طيطا كزد هاطيطا طيطا طيطا طاطا طيطا كزد كاطا طا كزد كاطا. هادي المضاهقات. مضاهقات ايوا كلاكسون عدلوه الناس باش اللي قدامك كيرد البال. وليا كيكلاكسونيو على العروس نهار ديال العرس كيقول له رد بالك هاد الطريق اللي انتينا ماشي فيها. اسمع اسمع، قول لي صدام العكس. العروسة غتجيبها في العمارية قفيلة. إذا تعرضتوا لي قطع الطرق، أنا نخرج المرأة في الطوموبيل وأمشي نتصور في الخاصة. علاش؟ إذا كتشي اللي كيعملوا كيمشيو يتصوروا في الخاصة من بعد كيمشيو للوطيل. علاش هي ما ساكناش هنايا؟ لا ساكنة هنايا. دخلت عليك بالله دابا انتينا وهي من مدينه واحده وتخليو دوركم وتمشيو للاوتيل. علاش مسافرين؟ لا الوالد، دابا هادشي اللي كاملو كامل العرايس كاملين كيدورو في مدينه وكيمشيو للاوتيل. انا ويماك عمرنا ما مشينا للاوتيل. انا الوالد غنعمل العرس كلاس، فهمتيني، انا في ليله واحده غنجمع ونطوي. هو انتينا منطوي. العرس ماشي عرس الا ما كانتش فيها سيمانه. سيمانه مهرجان. اجي شكون اللي غيغني لك في العرس؟ انا العرس غنعملو كلاس، انا غنجيب واحد الرابيرو شديد كي كلاشي. ليله ذا الكلاش ما كاين غير كلاشي فيا نكلاشي فيه. اسمعني، غنجيبو الصويري. صويري؟ صويري كيتعطل. علاه؟ كيبدا المول في العرس كيسالي حتى السبوع. شني كيغني؟ كيغني الطاقة بالاندلسي. كيكلاشي. تصويري كتكلاشي؟ كيكلاشي، حتى الطرب الاندلسي فيه الكلاش. فاين؟ ايوا طاني طانان يا لالا يا لالا. هذا بيدو كلاش، فهمتي شي حاجة؟ بزاف الناس ما فهموش طاني طانان. أنا خصني نعمل التقاليد كاملة مكمولة. شني باقي عاود؟ الهدية. خصك دير العروسة الهدية
بط الغيطه والطبل. العرس الا ما كانتش في الهديه ماشي عرس. اجي في غادي نعمل العكس، نعملو في قاعه، قاعه المغطاه، قاعه هاد الحفل. شوف العرس غنعملوها في الزنقه، وغنعملو الخيام، وغنقطعو الطريق باش كلشي ياكل. انا قلت لك غنعمل العرس ماشي غنترشح انتخابات. والعكس يكون هيدا على حق وطريقه، على حق وطريقه، ونقطعوا الطريق على الناس. وغادي نعمل الحنه. حنه عملها انت، انا ماشي في يديك زيمة. اسمعني، اه حنا غنعملوا العكس كما كنقول لك، عاد عمل العكس اولا والله لا شفتي شريال. سمعتيني؟ ولا خصك تعمل العكس على الطريقه ديالك كما كتقول انت كلاش، وحك جيبك وصرف عليه من فلوسك. ضروري الحنه. اه ضروري. والصراحه عبد الله خصنا نحافظوا على التقاليد ديالنا. حافظت على فلوسي. وهيدك يلا جماعة قاسك وكو راجل. علاش؟ وباش تجوج وتجيب شي كتكوت يعيط لي جدو. علاش؟ ايوا خصني نفرح بالحفيد ديالك، ما حدي انا باقي في الحياة. وعلاش؟ شنو على زعما انا باقي في الحياة؟ الا الوالد حاشا الله يطول لك في العمر. علاش باغي تفرح بولدي؟ حيت باباه عمرو فرحني. كلاش يا الوالد. ماشي قلتي نعملوا العرس كلاش. هاني هاني. شكرا. شكرا. حسن ومحسن من تطوان تفضلوا معنا، مرحبا بكم. مرحبا مرحبا. وحوار فريد من نوعه ما بين الاب والابن ديالو، كل واحد فيهم باغي يدير العرس، هو حوار الاجيال نقدروا نقولوا. الله يعطيكم الصحه ومرحبا بكم. كيف خليتوا الطريق؟ مزيان الحمد لله. بخير. ناس تطوان لاباس عليهم؟ لاباس عليهم. تحيه كبيره للحمامه البيضاء والناسها اللي كيشاهدونا. حسن ومحسن في الحقيقه انتم يعني غالبا من 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 داكشي اللي كتشوفوه كتاخذوا كتاخذوا حويجات باش كتكونوا سكتشات ديالكم. تمام. كنظن الواحد ما يعرضش عليكم العرس، اه غتبقاو حاضين الشاده والفاده. ياك. حميد بغيت نتفكر معاك مثلا في العرس ديالك، وقعت شي حويجه؟ لانه غالبا تيكون ستريس ديال العرس، تيكون توجات، تيكون هذا، وغالبا ما كيوقعوش شي حويجات بعض المرات، بعض الطرائف ديك الساعات يكونوا كيقلقونا، ولكن من بعد كنضحكوا عليهم وكنتفكروا بهم ديك اللحظه. شي حاجه وقعت في عرسك تفكرتيها؟ انا زعما اش غادي نقول لك، العرس ديالي الحاجه اللي باقي كنعقل عليها مزيان هو انني ما جلستش. العرس ديالي كامل شطحت العائله كامله ولي زانفيتي كاملين، وحتى هذوك اللي من العائله ديالي يمكن غيعرفوا راسهم دابا ملي غنهضر عليهم، اللي كيقولوا عمرهم ما غيشطحوا، ما عمرهم ما كيبغيو يشطحوا. شطحتيهم وشطحتهم. اون فيت كنقول بان شوف العرس كينجحوه الناس اللي كيجيو له. بصح. والنيه علاش جاو؟ الا جاو بواحد النيه على انهم يفرحوا بالعروس والعروسه ويدوزوا معهم ليله واعره، كيقوز العرس واعر. ولا كان كيف ما كيوقع في بعض الاحيان كيجيو بعض الناس غير باش يبرققوا ويشوفوا شنو واقع، كيوقعوا بعض المشاكل. ولكن غنزيد حاجه اخرى، غنقول النيه ديال العرسان حتى هما الا كانوا باغين يفرحوا ديك الليله غادي يفرحوا بريوسهم والناس معاهم، غادي يمشيو في نفس الريتم، في نفس الايقاع. وإذا كانوا باغين غير يبانوا هذيك ساعه اكزاكتومون، خصها تكون النيه ديالهم بجوج بجوج. ياك عبير، حضرتي الحفلات وحضرتي العراس، مازال ما غيروش الفكره ديالك في انك ديري العرس، ولكن ما علينا، هذاك موضوع مخد اخر، مازال نعاودو نهضر. خليوني نزيد نتشبت بالفكره ديالي. وقعات شي حويجه قدامك ما نسيتيهاش؟ عقله واحد مره في واحد العرس في تطوان، وتحيه للناس تطوان وتحيه لحسن ومحسن. واحد دابا العرس في تطوان مزير كثار من طنجه، يعني الا كانت العروسه في طنجه ما كتضحكش، في تطوان راه حتى اللي كيحضروا ما كيشطحوش. يعني الا شطح لك التطواني خاصك تزغرت. وكنشوف العروسه والعريس كانوا منسجمين وكينو دوك يشطحوا، والنقافه ما كتحملش راسها، كتجي كتجر العروسه كتقول لها جلس ثبت، كتقول لها واخا، عاود كتثبت، عاود كدورها، عاود كتنوض كتشطح، ومع عاملين دي جي. انا شخصيا عجبتني العروسه وعجبني العريس، علاش؟ انا بحال اللي قلت توتالوغ ليسونسييل انك تفرح بنهارك. صح. اما باش تجي تبان ما 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 يحتاجش. وشوف كيف ما قلتي، كيبقاو جوج ديال الاجيال كيف ما درتوا في السكتش ديالكم، كاين يعني الوالدين اللي كيبغيو يحافظوا على الاصاله والتقاليد والاعراف، وكاين الجيل يعني الجديد اللي باغي حتى هو يمشي على المود ديالو. كاين العرس كلاس وكاين العرس كلاش. ياك. لا حنا كلاس كلاس كلاس، ما كاينش الكلاش. ياك. حسن وحسين، عمر وقعت قدامكم شي حويجه ما تنساوهاش في شي عرس في شي فرح؟ اه احكيوا لنا.
نسيناها في هاد الساعة. واخا على ما تفكروها، غادي نرجعوا للغناء معاك عبير، شنو غتقدمي لنا دابا؟ طفلة أندلسية؟ يلا تحت فيقتكم عبير العابد طفلة أندلسية. دوك ليام وعدتهم طفلة أندلسية صغيرة شابة غمورية ونعشق طفلة أندلسية
أجمل ما غنى الفنان المغاربي سليم الهلالي بصوت عبير العبد. تبارك الله عليك عبير. من بين التقاليد، ما دمنا كنتكلموا على العرس المغربي وعلى العرس الشمالي على الخصوص، من بين التقاليد الجميله وتكلمتوا عليها في السكتش قبيله هي الحنه ديال العروس، الحنه ديال العريس. يعني ما كتكون الحنه ديال العروسه وكاين الحنه ديال العروس كيف كيقولوا كتقولوا في الشمال. واش هذا تقليد اللي مازال الشباب متشبسين به ولا طبعا. ولا ما بقاوش باغيين؟ باقي واحد النهار كنت في واحد العرس واحد الصديق ديالي، باقي الشباب باقي الناس. حنا في تطوان نورمالمون كنعملوا الحنه، باقي التقاليد هذيك ضروري، هذيك التقاليد ديال الوالده ضروري تقول لك عمل التقاليد. اذا كان كنت انا ما نقدرش نعمل التقاليد، ما نقدرش نعمل الحنه. وهي اصلا في الليله العريس كنساليو بالحنه هكذا. حنا هي باش كنساليو باش كنسلموا باش العريس كيودع الناس وكيودع العائله ديالو، يعني طريقه للتوديع. وخاش تكون تكون حتى هي الليله العرس، يعني هي الليله العرس، ليله العريس، ليله العريس. واخا كاينه الليله العريس ياك، الليله الصغيره كتكون العروسه دايره الحنه عندها في دارها والعريس داير الحنه في دارو للليله ديالو. ومن بعد لا غد ليه تيكون العرس ياك، هذا هو. لا في الليله الاخريه اللي كيشوف حالهم فيها العريس والعروسه كيشوف حالهم من الدار ولا الاوتيل. الاوتيل شفت طنجه ماشي هيدا. حنا بحال اللي قلتي الليله الصغيره كيعملوا فيها الحنه والعشاء العائله، ولا غدا كيعملوا الظهر. الظهر هادشي بالنسبه للعروسه. هما اصلا نساو الرجال مفرقين دونك. هما انت دابا حميد شنو درتي في عرسك مثلا؟ انا في الليله ديالي، الليله اللي عملت، حيت انا عملت مثلا المراه ديالي عملت العرس ديالها ليله قبل، والليله ديالي انا اللي عرضت فيها عاود الناس ديالي والناس ديال العروسه طبعا حتى هما. كنعملوا ليله كيتعشاو الناس وكنشطوا كنشطحوا في الاخر، كنعملوا الحنه في الاخر كنساليو. يعني كنكون لابس مثلا كوستيم ليله كامله، اللي في الاخر كنلبس الجلابه وكيغطيو لي راسي وكيجيو الوزاره كيجيبوا الشماع وكيهبطوني وكيقولوا لي نحن في حماك يا محمد. وتدير الفال ياك بالحنه. كتجي مثلا كتجي انا الوالده هي اللي حنت لي، كتحني لك الحنه، كتعمل لك الحنه بطبيعه الحال، كتعمل لك الحنه ديالك واحده من العائله. انا الوالده اللي حنت لي، كتعمل لك الحنه وفي طقوس كل شيء كيتشمع. وكاين واحد الاغاني كاين خشوع، كاين خشوع، كيكون كل شيء ديك الساعه مخشع. يعني الفرق هو ان في الليله كتكون ضاحك وناشط، وفي الاخر ديال تيبكيوك تيبكيوك ما كاينش، كل شيء كيبكي وكل شيء كيتخشع كيقول صافي هذا السيد غيمشي من دار والديه. ومعك دابا حميد غادي نسمعوا لواحد الاغنيه اللي كتغنى في هذه المناسبات. شنو سميتها؟ سميتها الحنه. هذا فرحك يا وليدي، هذا فرحك يا وليدي. من بين الاغاني اللي كتغنى في الحنه، في الحنه ديال الشونيه. وغنحاولوا ندخلوا لها حتى شويه من الحنه الطنجاويه باش نرضيو الشمال كله. يلا تحت تصفيقاتكم حميد الحضري.